خرج من رحم هذه الجماعات عناصر كثيرة وشباب ونسبوا أنفسهم إلى تلك الجماعات. نعم. وانتهجوا أسلوب القتل والنهب والتدمير. ما رأيك في هذه العناصر وماذا تقول لهؤلاء الشباب؟ هذا لا شك ولا ريب كما بينت أنه خروج عن المنهج الحق قرآن وسنة. ماذا تقول لهم؟ أقول لهم نعم، أقول لهم ارجعوا إلى العلماء الربانيين. من هم؟ العالم الرباني هو الذي يقول قال الله قال رسوله ولا قصد له، لا انتماء له لحزب ولا انتماء له لجماعة ولا انتماء له لتنظيم، إنما يبلغ عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. ولذلك قلت لهم إن ساء ظنكم في العلماء المعاصرين اليوم فارجعوا إلى القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم لتعريف الحق. قال بعض الشباب نعم في قضايا كثيرة أنهم يستندون في تأصيل فكرهم وإباحة أفعالهم إلى ما كانوا يسمعونه من شيوخ كثيرة. نعم. ومن بينهم الشيخ محمد حسان. نعم. ماذا تقول؟ ذكرت أن دلالة أي نص نوعان، دلالة الإضافية دي القصد المستمع، قد يسيء فهم الداعي أو الشيخ أو العالم، قد يسيء هذا الفهم. فكم من آباء أفاضل في كثير من البيوت يوجهون التوجيه الصحيح المنضبط وينحرف ابن هنا أو ابن هناك، فليس معنى ذلك أن الوالد قد قصر، وإلا هل قصر نوح في تربية ولده الذي كفر؟ وهل قصر سيدنا رسول الله في دعوة عمه أبي طالب الذي مات على الكفر؟ إذن الأمر مرد إلى عدم الفهم. نعم. من السامعين. من السامعين. قرر أيضا بعض المتهمين في قضايا كثيرة وفي تحقيقات النيابة العامة أنه كان ملتزم دينيا. نعم. بالعبادات والطاعات، ثم تطور هذا الالتزام إلى مراحل مختلفة، منها الفكر السلفي وتطبيق أفكاره. المنهج السلفي حضرتك تحدثت عنه. نعم. إنما انتقلوا من الفكر السلفي أو المنهج السلفي إلى المنهج السلفي التكفيري. نعم. ثم إلى المنهج السلفي الجهادي. نعم. وتطور الأمر من بعضهم إلى انتقال إلى داعش. نعم. ما هذا الكلام وما هذا الحديث؟ والكلام ده بيجيبوه إزاي؟ والتطور ده بيحصل إزاي للشباب؟ يعني أنا أرى أنه إذا كان حديث العالم ينقل الشباب من هذه المرحلة إلى أخرى إلى يبقى بئس العلم وبئس العالم إذا كان بيوصلوا إلى هذه المرحلة، ولا إيه رأيك؟ نعم. الفكر إنما هو نتاج عملية العقل والتفكير للوصول إلى الخطأ والصواب في مسألة من المسائل، وهذا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب بخلاف المنهج كما تفضلت. فهذا الفكر التكفيري لا علاقة له إطلاقا بمنهج السلف الصالح، بل السلف الصالح هم أول من عالجوا هذا الفكر التكفيري. ومن الذي ابتدع هذا المسمى؟ السلفية الجهادية من خلال بحثي وقراءاتي أول من أطلقها هو عبد الله عزام. عبد الله عزام. تفضل. هو فلسطيني الأصل. تفضل. أطلق هذا المسمى ليضم كل من ينتسب إلى السلفية تحت مظلة واحدة في جهاد أفغانستان ضد السوفيت. وتعلمون أن الجهاد ضد السوفيت في هذا الوقت كان مرضيا عنه، وكان مدعوما من الولايات المتحدة ودول الخليج وكثير من الدول العربية والإسلامية. فهذا هو أول من أطلق لفظ السلفية الجهادية، وهم يتبنون الجهاد منهجا وحيدا لا ثاني له للتغيير الذي يريدونه، كما يقولون للوصول إلى الخلافة الإسلامية، وكأنه لا يوجد سبيل للوصول إلى الخلافة الإسلامية
إلا هذا أسد.